وعامل عدة مشاريع سكنية مختلفة في البحرين، في دبي وفي لبنان. رجل إعلام وأعلان اقتصادي من الطراز الأول، ثالث أقوى شخصية تأثيراً في مجال الإعلام العربي، ستيني، يعمل 10 ساعات يومياً بهمة شاب، وعنوانه لم أنتهي بعد، إنه أكرم مكناس. في 29 من أيار عام 1944 أبصر أكرم رشاد مكناس النور في طرابلس لبنان، حيث نشأ وترعرع وتلقى علومه الأولى. تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت حائزاً على إجازة في إدارة الأعمال، ومع 7 من زملاء الدراسة الجامعية بدأ حياته المهنية، ليؤسس بعد ذلك عملاً خاص به. 5 دولارات كانت أول عمولة تقاضاها قبل أن يغادر لبنان بسبب اندلاع الحرب، متوجهاً إلى الأردن فدبي فالبحرين، حيث يقيم منذ سنوات طوال. وها هو اليوم الرئيس التنفيذي في برومو 7، الشركة التي أسسها وتوسعت مع مرور الوقت بفضل عمله المتواصل لتصبح واحدة من أشهر الشركات في مجال الأعلام والإعلان. لها مكاتب في معظم البلدان العربية وتضم قرابة 1500 موظف. And the last P and probably the most, surround yourself with the right people. And that's why I say team. Team is very important. دخل أكرم مكناس عالمي العقارات والسياحة من أبوابهما الواسعة، فافتتح مع عائلته سلسلة مطاعم وفنادق ونوادٍ. يحمل إضافة إلى الجنسية اللبنانية جنسيتين البحرينية والبانامية، وهو مقيم حالياً في البحرين. يهوى التنس والسباحة، ويهتم منذ أكثر من 30 عاماً بجمع مختلف أنواع الأثريات، وقد تكون مجموعة السيارات المعروضة في متحف مكناس للسيارات مثالاً واضحاً على تنوع ما لديه. مكناس عضو في العديد من المنتديات الاجتماعية، من بينها يورو ميديا كونسلتنس الدولية، وجمعية تأسيسية لخريجي الجامعة الأمريكية في بيروت وفي البحرين، وهو القنصل الفخري العام المعين لجمهورية بنما، والسفير الفخري لباريسبان. وقد منح مكناس عديد من الجوائز التقديرية، من بينها جائزة أفضل مواطن من الكلية الدولية في بيروت عام 1962، وجائزة شركة لوريون لوجور الجائزة الذهبية للإبداع في لبنان عام 1975، والجائزة الذهبية الدولية للمساهمة في النمو وتطور وصناعة الإعلان في البحرين عام 1978، وميدالية وزير الإعلام البحريني للمساهمة في المعلومات العامة عام 1983، وجائزة نجمة الناظرون بواسطة شركة الشرق الأوسط الإذاعية عام 1996. باختصار، هو رجل يمثل الإبداع والتميز ورحلة من الطموح التي لم تنتهي بعد.